البيض ورعاية قطيع إنتاج البيض لغاية ما يبقى جاهز مع حضرتك. رعاية قطيع إنتاج البيض يا أخوانا هي الرعاية المطلوبة خلال الفترة من نهاية فترة رعاية كتاكيت النمل، إحنا اتكلمنا عليها وبتستمر آخر موسم إنتاج البيض. عنابر دجاج البيض قبل ما أنقل الدجاج بأسبوعين لازم أجهز المبنى وطهره وطهر الأدوات وطهر المعالف والمسائي وأعمل المصايد أو الأعشاش بوضع البيض بتاعها، أحط الفرشة المناسبة بتاعتي بعمق 15 سم. الفرشة تربية، في ناس بتعمل تربية بفرشة عميقة بيفضل فيها قطعان دجاج التربية اللي هي الأمهات لإنتاج بيض التفريخ. التربية ببطاريات أو في أقفاص بتفضل قطعان إنتاج بيض المائدة. أراعي عند ما استعملش الفرشة القديمة لقطيع جديد، عشان إيه؟ عشان الأمراض ما تنقلش، وتغيير الفرشة مطلوب أسبوعيا عشان الأعشاش وضع البيض. سمك الفرشة براجع معاكم حاجات انتوا كلكم عارفينها، بس احنا بنراجع مع بعض. 15 سم تقريبا في الصيف وحوالي 20 سم في الشتاء، وما تزيدش الرطوبة بيها عن 35%. برضو أوفر عدد كافي من الأماكن وضع البيض أو أعشاش وضع البيض، يخصص في كل عش واحد لكل 3 إلى 5 دجاجات حسب الكثافة الموجودة في العش ده أو في المزرعة اللي عندي. ده يعني حاجات متحرك معايا، وعشان ابقى على المساحة في حالة التربية الأرضية الجدول هنعمل له جدول فيه بالنقل، نقل الطيور صباحا انقلها عشان لو في جو كويس يعني ده الجو، وسهولة ان انا اتعرف على الطير واتعرف على المكان اللي منقول فيه قبل الموعد المتوقع طبعا للنضج الجنسي بتاعها. وضع البيض مدة اسبوعين لاربع اسابيع، عنده عمر 18 ل 20 اسبوع حسب نوع السلالة، وبعد كده بنقل الديوك قبل الاناث بيومين. التهوية، العنابر بتحتاج تهوية جيدة وما فيش تيارات هوائية. التهوية عند التربية في الأقفاص تحتاج المساعدة مراوح شفط في الصيف. معدل التهوية لو في الصيف بغير الهواء معدل 4 متر مكعب لكل 1 كيلو جرام من وزن الطير في الساعة. لو في الشتاء بغير الهواء بمعدل من 1.5 ل 2 كيلو ل 2 متر مكعب لكل كيلو جرام من وزن الطير. خلي بالكم يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة طبعا عن 70%، في حالة زيادتها بيظهر متاعب اللهس أو متاعب التنفس بالحيوان الطائر بيلهس على طول. التغذية زي ما احنا قلنا من الحلقة اللي فاتت، بنغذي على عليقة بياض بتحتوي على 16 ل 17% بروتين، لو نقدر ننزل الصور بتاع الكتاكيت يبقى أفضل. عليقة بها من 20 ل 22% بروتين، ده تقريبا لكل طائر، مع مراعاة ان انا اخلي العليقة جودة العليقة، وطبعا زي الكلام اللي احنا قلناه على طول لازم اشتريها من مصادر موثوق منها. مية الشرب، بغسل المسائي زي ما هتشوفها قدامنا على الفيديو يوميا بالمية، وبتطهر اسبوعيا، وبنستعملش مطهرات في حالة استخدام ادوية، هحطها في مية الشرب حتى عشان ما تعرضش مع مع المادة الفعالة بتاع الدواء. تختلف كمية استهلاك المية تبعا لدرجة انتاج البيض ودرجة حرارة الجو. بتستهلك الطائر عادة كمية من المية تساوي ضعف كمية العليقة تحت الظروف العادية. الإضاءة دايما بنخلي بالنا منها، بتأثر في عملية التبويض وبتأثر في إنتاج البيض، وبذلك تأثيرها برضو على إفراز الهرمون. الإضاءة استخدمها قد إيه؟ من 14 ل 16 ساعة إضاءة يومية عشان أنتج بيض كويس، ويمكن الفترة ديت تستمر تبعا الاختلاف يعني الزيادة أو النقصان. لما احتاج ضوء صناعي بتكفي تقريبا لمبة 40 واط كل 16 متر مربع من مساحة السكن، وبتوضع اللمبات دي على ارتفاع من 2 ل 2.5 من مستوى ظهر الطائر، 2 ل 2.5 متر من مستوى ظهر الطائر. ممكن استخدم لمبات الأشعة الفوق البنفسجية كمصدر برضو للإضاءة، تثبت استعمالها بيزيد من إنتاج البيض بمقدار تقريبا من 19 ل 20% عن المصابيح العادية. طب تأثير درجة الحرارة على إنتاج البيض، إيه اللي بيحصل لها؟ اختلاف في الأنواع، طبعاً بيبقى فيه اختلاف في النوع والسلالة في مدى تحمل درجة الحرارة. أنسب درجة حرارة للدجاج لإظهار الكفاءة الإنتاجية بتاعتها هي من 10 درجة مئوية ل 20 درجة مئوية. طب لو تعرض الدجاج لدرجات حرارة عالية تظهر الأعراض اللي ممكن تظهر عليه
انخفاض في إنتاج البيت، ولما بالذات الحرارة بتوصل 25 درجة مئوية بيبقى انخفاض واضح جدا، انخفاض بالتالي في استهلاك الأكل، انخفاض بالتالي في التحويل الغذائي لإيه للأكل، انخفاض في حيوية الدجاجة، وارتفاع استهلاك طبعا المية عشان ما في، وبالتالي ضربات القلب والتنفس واللهس هيزيد، هيبقى نقص في وزن البيضة ونقص في سمك قشر البيضة كمان، وبالتالي نقص في معدل البيض الناتج لإيه للتفريخ. كمان ممكن يأثر في إيه؟ انخفاض نسبة التفريخ بالتالي، وانخفاض درجة الحرارة إلى درجة ما لها تأثير برضو على الإنتاج، ولكن مش بالدرجة اللي بتأثر بيها ارتفاع درجة الحرارة. فأنا يعني عايز درجة الحرارة مناسبة أفضل من الدرجة، يعني لا حرارة عالية ولا انخفاض في الحرارة، ده بيعمل وضع جيد جدا بالنسبة لإنتاج البيض. طب الرطوبة بتأثر على إنتاج البيض؟ آه طبعا، ارتفاع الرطوبة النسبية له أثر كبير جدا زي ارتفاع درجة الحرارة، لكن ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة اتلمى الأسوأين، لما الأسوأين مع بعض الضرر بيبقى زايد جدا في الموضوع ده. التحكم في درجة الحرارة ودرجة الرطوبة عن طريق عزل الجدار وعزل السقف، التهوية الجيدة، توجيه المبنى وحركة الهواء داخل المبنى أخلي بالي منها، زراعة الأشجار حول المبنى بتاع الفراخ لإتاحة قدر من الظلال حولين إيه المبنى. الرطوبة أتحكم فيها عن طريق تهوية سليمة أو تهوية مناسبة، رعاية عناية بالفرش، أضبط الفرشة أهوي. طيب لو لقينا حيوانات طائر بيميل للرؤات، يعني احنا لو شفنا السلالات اللي هي تقيلة بتميل بعض الأفراد فيها للرؤات وبتوقف عن إنتاج إيه البيض، عشان كده لازم نستبعد الأفراد دي وما خلاش إن رؤادها على البيض يؤدي إلى إيه، إن البيض يفسد وبتدي مشكلة بعد كده في الإنتاج، بتأثر بعد كده على نسبة التفريخ، واستخدام البيض ده بيقلل من إيه جودة وصفات هذا البيض. ده تقريبا يا اخوانا الحاجات الملحوظات اللي ممكن نقولها على البيض. لو نرجع تاني للفراخ الكبيره دي يا لبنى ونبص عليها، لو حبيت اجمع البيض واعتني بيه، اجمع البيض ايه؟ من 3 لـ4 مرات يوميا في الشتاء، او من 5 لـ6 مرات يوميا في الصيف. بيتنقل البيض، يتم فرزه وتعبئته في كراتين بيض، هتكون بعد كده القمة العريضة الأعلى، ويخزن البيض بعد كده على درجة حرارة من 10 درجة مئوية إلى 15 درجة مئوية، ورطوبة نسبة من 75 لـ80% نسبة رطوبة. لو كده يراعى دايما، خلي بالكم، تنظيف البيض باستعمال قطع صوف خشنة أو صنفرة ناعمة. البيض المعد للتفريخ ما بتغسلش، بننصح بإجراء عملية تبخير البيض بالفورمالين وبمنجات البوتاسيوم قبل التخزين والحفظ للبيض عن المعد للتفريخ. ده تقريبا اللي أنا عايز أقوله في موضوع الفراخ والتربية بتاعتها. في بعض العلايق احنا ممكن أقولها لكم في آخر الحلقة، اللي هي علاقة البادئ وعلاقة النامي، والحاجات ديات ممكن نبقى نقولها في آخر الحلقة بعد إيه الفصل بشوية، أملها لكم واللي عايز يكتب ورايا يكتبها. ده بالنسبة للفرق.